بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن السيت اب انفيرمنت، الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعرف نشتغل. اول حاجه هنشتغل نود جي اس، فاكيد انت لازم تكون مسطب نود جي اس، فتخش على نود جي اس دوت اورج واعمل داونلود لاي فيرجن عندك. اخر فيرجن عندي حاليا لايف اللي هو لونج تيرم سبورت، هتلاقي 12.16.1 والكارت اللي هو 13.11.0، بس معظم الكوماند هتلاقيها متشابهه، مفيش تغييرات كبيره بين الكوماندز بين الفيرجنز. يعني تاني حاجة أنا هستخدم إديتور في إس كود، فيجوال ستوديو كود. أنا هستخدم الإديتور ده عشان خفيف وسهل في نفس الوقت، كويس جدا مع نود جيس. وهستخدم السي إم دار، ده الترمينال اللي أنا هستخدمه. أنت لازم تتعامل مع الترمينال بدل ما تتعامل مع السي إم دي الخاص بلونز رول الأسود ده. أنا هتعامل مع السي إم دار، أسهل وأفضل وأحسن بكتير. فشوفوا إيه أنسب إنفيرمنت ليكوا، دي الإنفيرمنت اللي هتعامل بيها، شوفوا أنسب إنفيرمنت ليكوا واعملوها عادي ونفذوها واشتغلوا بيها. تعالى بقى هنا على السندر الاساسي، على مصات نود جي اس هيكون عندك كوماند نود، هو ده نود جي اس نفسه. اعمل نود داش داش فيرجن، تك ان هو اتسطب. لو اتسطب هتلاقي عندك الفيرجن بتاعك، انا بالنسبه لي شغال فيرجن 12.13، اقدم من اللي شغال دلوقتي، بس نفس الكوماند نفس الكود، يعني مش هيأثر معانا في حاجه. وانت مسطب النود جي اس هتلاقي حاجه اسمها ام بي ام اتسطبت، اعمل برضو ام بي ام داش فيرجن. ام بي ام داش فيرجن ده اختصار، او ام بي ام ده اختصار نود باكج مانجر، برضه فيرجن يكون مختلف عندك، لان ام بي ام بتكون تابعه للنود جي اس وهي بتنزل، فانت ممكن الفيرجن بتاعك يكون ابديتد عن اللي عندي اكتر. بس عموما ام بي ام هو اختصار نود باكج مانجر، ده هنستخدمه بعدين لما نيجي نمانج الباكج بتاع نود جي اس وهكذا.